نينوين مار إن هاوي. نينوين مار إن هاوي يعني لا يوجد بائس في عهدي، لا يوجد بائس في عهدي، أو لا يوجد كئيب أو مكتئب أو متمرر في عهدي، يعني حد عايش في مرار يعني. طيب نين أدي النون وأدي النون، نين يعني لا، وين يوجد أدي الوين والنون مكمل صوتي، نين وين يعني لا يوجد، دي علامة ما وبعدين آ مكمل صوتي ليها، وبعدين ره يبقى مار، وبيكدها لي برضو بعلامة ار، كل دي مؤكدات للصوت. ار دي علامة ار، يبقى مار على كلها على بعضها مار. مار يعني ايه؟ اهو اقطار الشر او الوحاش او النقص. مار يعني مرار، يعني هي معناها شخص عايش في مرار يعني، يعني واخد بالك من الشبه؟ مار مرار، شخص عايز في مرار يعني معناها بائس او كئيب او متمرر، يعني لا يوجد متمرر، يعني شخص عايش في مرار. وده شخص اهو المخصص مار، شخص عايش في مرار. ان في ها ه الف واو، هاو يبقى ايه؟ عهد او زمن، معناها في الزمن بتاعي يعني في عهدي. هاو هو المخصص الف البردي معنوي، هاو يعني زمن او وقت او عهد، وبعدين يعني الزمن ده طويل في ايام كثيره فجايبها بالجمع، وايه بتاعي هاو ايه يعني ايه؟ لم يكن هناك متمرر في ايامي او في عهدي او في زمني يعني. نين وين مار ان هاو ايه، نين وين مار ان هاو ايه.